ومني. جميل جدا. أنا قرأت لسماحتك تعليق على شعرك. نعم. والشعراء اللي ترتاح إليهم اللي هيك قرأت لهم وذكرت أمير شعراء أحمد شوقي. نعم. لم أجد في لائحة من ذكرتم أحمد الصافي النجفي، ومع أنه مع خالك رحمه الله أبو هاني علي بزي كنا كثيرا ما نستطيب، أنا يعني من الجيل السابق شوي. هلأ معنا في استوديو مجموعة طلاب جامعات، وأعتقد أن ما أعطيناهم إياه الآن شيء فريد، لأنه ندر ما يتجالس الشباب في هذا الجيل ويستمع أو يقرأ أو يتبادل قصائد كهذه القصائد. الواقع أني كنت أقرأ الكثير لأحمد الصافي النجفي، ولكن لم أستطع أن أقول إنني تأثرت به. ربما كان أحمد الصافي النجفي يمثل الشاعر الذي يعيش بعض عمق اللفتة واللمحة أكثر مما يعيش إشراقة الديباجة. كان يلتقط الأفكار التي تثير الانتباه. أذكر له البيت المعروف الذي يواجه الحكمة القائلة: انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. فقد استطاع أن يقلب هذه الحكمة من خلال وحي الواقع الذي نعيش فيه، فقال: كثر الخداع اليوم في أقوالنا فانظر إلى من قال لا ما قيل. كثر الخداع اليوم في أقوالنا. فانظر إلى من قال لا ما قيل. ادرس شخصية الإنسان الذي يتحدث ولا تدرس كلامه، لأن الكلام قد يكون تمثيلا ولكن الإنسان لا يستطيع أن يمثل شخصه، لأن شخصه لا بد أن يفرض نفسه على وعي الناس له. أنا يعني لو بدي اختار بيت كنت أسأل سماحتك رأيك فيه، ما اخترت بيت ينطبق على الأحوال التي نعيشها أفضل من هالبيت؟ نعم، لقد كان الصافي النجفي يعتبر من الشعراء الذين تأثروا بالشعر الفارسي، لأن ترجمته لرباعية الخيام لعلها كانت أدق تجربة. وأعتقد أن هذا العمق في فكر الصافي النجفي في أشعاره كان ينطلق من تأثره بهذا الهدب الذي لا يخلو من العمق. على كل يعني ندر ما جمع شاعر في تلك الحقبة الكلام عن الأرض وعن الحب في شيء من التوق إلى مجتمع هيك يعني يرتاح وترتاح إليه النفس الطامحة. طبعا ننطلق من هالشيء.